الصلاة على جنازة الشهيدين والمجاهدين محمد عبد الكريم بيضون والشهيد عدنان محمد قروش والذين استشهدا في معركة التحرير معسكر الشبيبة في أنير 7/3/2013 اللي بسرمين. الله أكبر. 7/3/2013 اللي بسرمين. الصلاة على جنازتي الشهيدين المجاهدين عدنان محمد قرعوش والشهيد محمد عبد الكريم بيضون الذين استشهدا في معركة تحرير معسكر الشبيبة. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.